قبل 9 أشهر كانت التوقعات عن اقتراب تعرض العملية السياسية لزلزال سياسي بفعل إقالة محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس البرلمان، اتضح أن هاي التوقعات مبالغة. وشهر بعد آخر تأكدنا أن الزلزال حدث بالفعل، ولكن منطقة غير متوقعة. الزلزال ضرب المكون السياسي السني فقط وفرقهم فرادى في الصحراء الغربية، تضربهم الريح وتعصف بهم الأتربة، تنقل بعضهم من ركب إلى ركب آخر، وتدفع بعضهم لتكوين قوافل صغيرة جديدة. وهكذا استمر الإطار التنسيقي متهماً بالسيطرة على المنصب ومتحكماً بقرار تعيين بديل الحلبوسي. لكن بالساعات اللي راحت يبدو أن الكتل والقيادات السنية المتفرقة بالصحراء قد رأت رئيسها المفقود أخيراً هرولت نحوه، وعسى ألا يكون سراباً. آخر اجتماع ببيت المالكي وحكينا بتفاصيل الدقيقة بوحدة من الحلقات، كان مقترح المالكي والحلبوسي اللي انعرض على السنة المتمسكين بترشيح سالم العساوي هو إعادة فتح باب الترشيح واستبدال محمود المشهداني مقابل حصول الحلبوسي على وزارة إضافية وأن يعرض عليه أي مرشح بديل آخر. ونعرف أنه هذا المقترح جرى رفضه ببيان ثلاثي من السيادة وعزم ونواب مستقلين. لكن بالساعات 30 الأخيرة صار اجتماع في مقر الحلبوسي انجمع به شتات تقدم وياهم أبو مازن. بعدها خرج الداعمون للعيساوي اللي هم السيادة وعزم بموقف يعبر عن جريان المياه الراكدة من 9 أشهر، وهو دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان. وهنا بلشنا نسأل شنو اللي تغير وشنو مدى جدية هذا البيان، وكما أنه بيان جاد جاء كبادرة حسن نية لحل الأزمة وعدم مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية، وبنفس الوقت رسالة إيجابية للإطار بأن السيادة وعزم أرخوا حبالهم أمام الأزمة وأشعروا الإطار بأنهم أبرياء من هذه اللحظة عن اتهامات تعطيل جلسة انتخاب الرئيس. هسه المفروض خلصت القصة مو؟ لا غلطانين، ما خلصت. لقينا الرئيس المفقود؟ لا هم غلطانين، ما لقيناه. خلونا نشوف سر وسبب ومآرب التحركات الأخيرة لملك العواصف الترابية الموجود عندنا بالاستوديو اليوم. قبل ما نروح ونرحب بملك العواصف الترابية اللي تحرك بالساعات الأخيرة وأطلق مجموعة تصريحات وأجرى عدة لقاءات من بينها مشاركته بالمفاوضات مع الحلبوسي ومحمود المشهداني بوصفه ممثلاً للسيادة كما يدعي، ثم التلميح بعدم الرضا المضمر عن بيان السيادة وعزم اللي دعم المشهداني، ثم الإعلان عن التمسك بالعيساوي. قبل ما يفككنا أسلاك هاي العبوة الناسفة خلونا نتأكد أنه الإطار الآن مستمر بتعزيز فرضياته من زاخول الفاو، ويواصل زعماءه وعلى رأسهم المالكي بكتابة فصول جديدة. يتلقى المشهدان الإشارة ويكتفي سالم العيساوي على حسابه
برفع العلم العراقي مع النشيد الوطني، وكأنه يعلن نهاية قصة وطنية أخرى في مقبرة العملية السياسية.